السالفه اللي يكون عندهم ميسي؟ شفت هذا نبي عامر ايش اسمها ايش اسمها يا ابويا؟ من كثرهم نسينا اسمها، كل ما حفظنا اسم طلعت واحده ثانيه. ايه ذي السخيفه اجوان. ما شاء الله عليك حافظ اسمها. انا يلا حافظ اسميكم، تعالوا نشوف ايش السالفه. ما شاء الله ما شاء الله، كلكم مجتمعين على هالمقشع. يا قليل الأدب يا قليل التربية، أنا أوريك الكوميدي، كل شيء مسجل عندي. أنا قلت شيء يا عيال؟ يا أخي منت بصاحي، وش جاك تغلط عليها؟ والله لو رفعت عليها قضية أني أروح فيها. يا حبيبي ما غلطت عليها، أنا قلت الحقيقة، وجهها مقشع. ترى تقدر ترفع عليك قضية تنمر في مكان عام، فيها غرامة وسجن. انتبه يا عامر، يمكن يقبضون عليك. لو سمحت يا أختي. أنت سبني وتلحقني لبيتي؟ والله إنك ما تستحي على وجهك. الحين أنا أوريك أبلغ عنك الشرطة. لا لا خلاص خلاص، بمشي بمشي.